بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن أبي بكر. بداية نرحب السادة الحضور، كذلك السادة بالوكالة الدولية للتصويت، وبداية نهنئ أنفسنا ونهنئ جميع الحاضرين بإقفال السنة المالية. والحمد لله كانت نتائجها مرضية وجيدة، بالإضافة أن كذلك نحب أن نطلق أن المصرف الإسلامي الليبي كأول مصرف سينال، أول مصرف إسلامي هو بالفعل تم تأسيسه في ليبيا، وكانت لي أول تجربة وكان سباق في مجال الصرف الإسلامي. تقرير التصنيف الدولي للوكالة كأول مصرف في ليبيا. أول مصرف إسلامي ليبي يعني بنظام الصيرفة الإسلامية من بداية مشهد. حصولنا إحنا كأول مصرف ليبي من قبل الوكالة. اليوم المصرف بمجلس إدارته وإدارته التنفيذية يحتفل بيوم مجيد، وذلك بحصول المصرف على شهادة تصنيف دولي من المؤسسة الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف الائتماني، وبالتالي يحق لنا أن نفتخر كمصرف إسلامي ليبي بحصولنا على هذا التصنيف، وهو يعتبر أول شهادة تصنيف ائتماني في المصارف الليبية وبشمال أفريقيا. بهذه المناسبة أدعو وأطلب من كل العاملين بالمصرف على مزيد من البذل والعطاء في سبيل أن المصرف الإسلامي الليبي يكون ما بين المصارف المتميزة داخل الوطن وخارجه إن شاء الله. هم كذلك وسائل الإعلامية، يعني درجة التصنيف حصل المصرف الإسلامي الليبي على التصنيف الائتماني تريبل بي من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، وهو يعتبر أول مصرف في ليبيا يتحصل على هذا التصنيف الذي يعزز ثقة الزبائن وثقة العاملين بالمصرف على المزيد من التقدم والازدهار خلال الأعوام القادمة. طبعا المصرف الإسلامي الليبي كل عام يقدم إنجاز جديد نفتخر به نحن كموظفين وكإدارة بهذا المستوى المتقدم الذي تحصل عليه المصرف الإسلامي الليبي. السيد الرئيس والسيد المدير العام كفوا وفروا خلال كلمتهم، لكن أنا نحب نفتخر اليوم تميز حصول المصرف الإسلامي الليبي على أول تصنيف ائتماني من قبل الوكالة الدولية للتصنيف كأول مصرف ليبي.